شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتواصل رحلتنا الإيمانية مع هذا الشهر الفضيل عبر موقع وزارة الأوقاف، تتواصل مع هذه الاحتفالات التي تليق به كشهر كريم اختص الله به أمة الإسلام والمسلمين. خير ما نستهل به لقاءنا الليلة هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع
خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت لما تيسر من سورة البقرة، وذلك في إطار احتفالنا بليالي شهر رمضان المبارك. الآن إخوة الإيمان والإسلام، ندعوكم للاستماع إلى هذه الكلمة وهذا الحديث الديني من فضيلة الشيخ عمرو مصطفى من شباب علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعيش المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مع اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم ولغاتهم في ضيافة شهر كريم عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان المعظم، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. هذا الشهر عظيم القدر عند الله تبارك وتعالى، عظيم القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم القدر في قلوب جميع المسلمين، وذلك لأن الله تبارك وتعالى اختصه بخصائص ومميزات ليست لغيره من الشهور. فلقد اختصه المولى تبارك وتعالى بأن جعل فيه فريضة هي من أعظم الفرائض وأجلها قدرا في قلوب المسلمين، ألا وهي فريضة الصوم.
كما اختص الله تبارك وتعالى هذا الشهر الأغر المبارك ليس فقط بإنزال القرآن الكريم فيه فحسب، بل بإنزال الكتب السماوية فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. كما اختص الله تبارك وتعالى هذا الشهر الأغر المبارك بأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. ولقد رفع الله تبارك وتعالى من شأن هذه الليلة وزادها تشريفا وتكريما وقدرا وفضلا بأن أنزل القرآن الكريم فيها. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة مباركة ألا وهي ليلة القدر. وكم في رمضان من البركات والخيرات، ففي رمضان الصيام، وفيه القيام، وفيه صلة الأرحام، وفيه الصلاة بالليل والناس نيام، وفيه الإنفاق بجود وكرم من غير خوف نقص أو إقلال. ومن فضائل هذا الشهر واختصاصات المولى تبارك وتعالى لهذه الأمة المحمدية، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. جاء في شرح هذا الحديث من كتاب فتح المبدي بشرح الزبيدي، يقول الشارح: والريان نقيض العطشان. إن في الجنة بابا يقال له الريان، والريان نقيض العطشان، وهو مما وقعت المناسبة بين لفظه ومعناه، أي أن هناك علاقة قوية وصلة وثيقة بين هذا اللفظ ومعناه، لأن الريان مشتق أي مأخوذ من الري، والري مناسب لحال الصائمين، لأنهم بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان يوم القيامة ليأمنوا من العطش. ولذا ورد عند النسائي وابن خزيمة أن من دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة طيبة حدثنا إياها فضيلة الشيخ عمرو مصطفى من شباب علماء وزارة الأوقاف، وذلك في إطار احتفالنا بشهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وقد اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الفضيل بفضائل لا تعد ولا تحصى، حسبه أنه شهر القرآن، وأنه شهر تنزلت فيه ليلة هي خير من ألف شهر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا خلاله صالح الأعمال. الآن مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ محمود عوض الله. جاء الهلال مبشرا رمضان، جاء الهلال، جاء الهلال مبشرا رمضان، جاء الهلال، جاء مبشرا رمضان، والصوم يجزي أجره الرحمن.
كانوا والعطر فاح بفجره والعطر فاح بفجره وقيامه والخير يفتح باب الريان رمضان رمضان هل هلاله في فرحة والخير جاء وجاءنا القرآن رمضان هل هلاله في فرحة والخير جاء وجاءنا القرآن.